بجد الترحيب بحضراتكم مره تانية، ولسه مكملين معاكم في جمهور الثالثه، وجاي معانا مع دكاتره التحليل اللي مشرفينا ومنورينا. ارحب بالجينيوس بتاعنا الكابتن عمر عبد الله. عمر ايوه، ازيك يا عمر؟ وحشني والله. والله العظيم ثلاثة وحشنا كتير. اخبارك ايه؟ كنت فين الاسبوع اللي فات يا عمر؟ ما رضيتش اطلع من غير عماره. حبيبي يا عبد الله، كنت فين يا عمر؟ ما رضيتش اطلع من غير عماره. اثبت بقى العكس. ايش يا سيدي؟ دل على السلام. الله يسلمك. عاد الينا من جديد. والله العظيم يعني بص، عايز اقول لكم على حاجه، دي الحته الغاليه بتاعتنا يعني. ما نستخسروش والله. طلع مع الاهلي وكان يعني فال خير بفضل الله مع الاهلي ومع منتخب مصر. والحقيقه كالعاده محمد بيجمع المستين، انه كتيب محمد هو مهندس، بس حط الموضوع ده على جنب يعني. بس هو كتيب كويس قوي قوي، وفوق ان هو كتيب كمان الحمد لله محلل فني ومميز ورئيس تحرير برنامج. لحد ما يجيب مدرس فرنساوي. لحد ما يجيب مدرس فرنساوي. انما الحمد لله على السلامه يا عماره. الحمد لله على السلامه. ووشك حلو، وشك حلو على المنتخب، وشك حلو على الاهلي. يعني بص، الحمد لله الحمد لله. بشكرك طبعا في البدايه عشان عارف ان الاجازه منك غاليه قوي. بشكرك جدا حقيقي يعني. بس ده لا، ما انت عارف يعني، والناس هنا عارفه الحمد لله. الحمد لله يعني. بس الحمد لله ان احنا كان وشنا حلو. بص، خلي الناس عارفه دايما الصوره عني ان انا كويس ولطيف. ايوه لا، هي دي الصوره اللي هو كيوت. دي الصوره اللي الناس واخدينها عني يعني. ده في الكيوت منه يعني. الشغل حاجه منه الشغل الحمد لله اللي بيحصل يعني. بس بجد بشكرك جدا جدا الحقيقه يعني. انا خدت واحده من اعظم التجارب اللي انا خدتها عموما في حياتي بصراحه، لان التجربه بتفاصيلها وانت عايش في قلب الحدث كانت مختلفه عن اي حاجه ممكن تجربها. ده نهائي افريقيا في المغرب قدام جمهور الوداد، فانت لامس حاجات مش هتشوفها كتير يعني. لا يعني كل تفصيله في التجربه انت بتعيش احساس بتعيشه لاول مره. بتشوف حاجات بتشوفها لاول مره. تشوف اللعيبه بتاعت الاهلي وهي هناك، سواء في اول تدريبه او تاني تدريبه. طب ولحظه دخولهم الملعب وشوشهم عامله ازاي، مين مخضوض مين مش مخضوض. مارسيل كولر كانت ازاي تصرفاته عموما طول الرحله، وهو راجل بيخوض معانا نفس التجربه لاول مره، بيروح نهائي افريقيا مع الاهلي وقدام الوداد في جمهور الوداد في ملعب الوداد. فكل دي بصراحه حاجات عشنا لحظات رعب جدا. ازاي هحكي لك بالتفاصيل يعني، لان يعني هم كانوا متقسمين ثلاث لحظات رعب احنا عشناهم في الاستاد الرعب مركب محمد الخامس. يكفي ان اقول لك ان قبل المباراه على طول او ليله الماتش على طول، بعد ما كنا خلصنا يعني التدريب الاهلي وتمام المؤتمر الصحفي والتدريب الرئيسي وكده، فقابلنا واحد ودادي يعني، فبنتكلم معاه وبتاع مش عارف. احنا قابلنا ناس كتير جدا مغاربه وتعاملنا معاهم كلهم يعني، وكلهم ناس محترمه جدا 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 جدا, جداً, جداً وهيجي الكلام ليهم يعني. بس هو الراجل قال لي حاجه بسيطه جدا. قال لي انت حضرت قبل كده مركب محمد الخامس لجمهور الوداد؟ قلت له لا. قال لي هتتبسط بالمعنى الحرفي يعني. فقلت له ماشي هنشوفه بتاع مش عارف. قال لي بس احنا، قلت له طب انتوا بعضكم ايه، قلقانين مش قلقانين، شايفين الماتش ازاي وبتاع؟ سيبك ان انت بتتمنى فوز الوداد، بس انا بكلمك عموما كجمهور بقى حاسس بايه. قال لي والله احنا كجمهور عارفين احنا هنعمل ايه. احنا مش قلقانين خالص باللي احنا هنعمله. احنا كل اللي احنا عايزينه ان نص اللي احنا هنعمله بس يعملوه اللعيبه، هنكسب. انت فاهم الثقه جايه منين؟ فانت شفت ملحمه شخصيه، انت واثقين في اللي هم. لا 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 يا جماعه، لا هو استاد الرعب مش من فراغ بصراحه. لان هي طبعا سيبك ان هم، شوف كل ما اتعظم من الموضوع كل ما اشوف لعيبه الاهلي كبيره اكتر. لسه كنت هقول والله بص يعني، كل ما اتعظم من دور جمهور الوداد كل ما احس دور لعيبه الاهلي كان عظيم قد ايه. كنت لسه هاخد الكلام، كان موجود كمان، كان دوره كان جدا جميل. بصراحه عايز اقول لك على حاجه، هو يمكن الصوت انت مش هتسمعه لان انت مش هتسمع غير صوت كيفاش عرفوا التيفو. مش هتسمع غير صوت جماهير الوداد. بس كل حاجه كان بيعملها جمهور الوداد جمهور الاهلي كان بيرد عليه، واللعيبه كانت حاسه بده. عشان كده لعيبه الاهلي بعد ما يعني في اول في الجون جري لجمهور الاهلي، عارفين ان هم دول اللي بتوعهم، دول اللي معاهم. وعشان كده جمهور الاهلي اتحرك مع اتوبيس النادي الاهلي لملعب. الناس كانت عماله تسال كتير هو فين جمهور الاهلي. لحد قبل مثلا 45 دقيقه من الماتش، فين جمهور الاهلي يا جماعه، فين جمهور الاهلي؟ فجمهور الاهلي وصل مع اتوبيس النادي الاهلي بالظبط اللي وصل ارض الملعب. عشان كده هتلاقي الجمهور كله وبالدخلات بتاعته وكل حاجه. مجلس كانت اصعب لحظه عليكم انتوا، في ثلاث لحظات رعب. طيب هقول لك اول لحظه.
احنا بدانا رحلتنا للملعب، فطبعا كله على رجليك لان مفيش اي مواصلات تعرف دي توصل. مشاهدات عماره يا جماعه برضو عشان حضراتكم تكونوا موجودين معانا في الكواليس. يعني ما تقدرش طبعا تروح بعربيه او بمواصله او اي حاجه، كل حاجه طبعا زحمه جدا حوالين الاستاد، فانت بتمشي. فاحنا كل ده احنا كنا اربع بني ادمين بنتحرك مع عدد اربعه صحفيين مصريين بالظبط كده. فبنتحرك ومش في دماغنا خالص احنا عاملين نحط البلان او نحط الخطه هنشتغل ازاي، مين هيغطي ايه، مين يركز على ايه، مين يعمل ايه، وهكذا بالظبط يعني. المهم فضلنا ماشيين لحد ما وصلنا يعني، طبعا انت شايف جمهور الوداد حواليك ده عادي، بس وصلت بقى لمنطقه حيويه قوي، لقيت الدنيا بتحمر بزياده يعني. فجمهور كتير قوي وتجمهر كتير قوي، بس في كوردون مبني امني كده وناس تحت امن واقفه، فحلو تعالى نعدي. ده بعد يعني، ما هو الفيديو ده بعد، بس يعني خليني احكي لك الاحساس قبل الفيديو. احنا داخلين على الكوردون الامني ده، عدينا. فبعد ما عدينا مشينا بشويه في نص الشارع او يعني في اول ربع من الشارع كده، تاني نبص حوالينا، احنا ايه اللي جابنا هنا؟ احنا كده ماشيين غلط. احنا الصحفيين الوحيدين اللي في الشارع ده، والمصريين الوحيدين اللي في الشارع ده. على بركه الله، شكرا، ترجعوا بالسلام. بالظبط. فهو والراجل اصلا بتاع الامن هو اول ما شافك كمصريين هو حاجه اللي بالهنا والشفا يعني. اتفضل بس خش كده، سمي وخش يعني. فدخلنا بعد اول ربع فعلا، قلنا احنا ايه اللي جابنا هنا يا جماعه، احنا كده ماشيين غلط. فابتدينا الناس كلها بتبص وبتزوم علينا، احنا باين قوي ان احنا مين، وباين احنا بنعمل ايه هنا. فطبعا احنا باصين يعني على مدى الشارع، مدى بصرنا يعني، جايب ان اخر الشارع في كوردون امني. هو نفسه، بس انت فين يعني؟ كنت إيه؟ فين يعني؟ في مكان، ما هو الشارع ده اللي بيوصل على جماهير الدرجه الثالثه بتاعت الوداد، على بركه الله، فاهم ازاي؟ فانت بالظبط فين؟ في الوكر. عارف الوكر بتاع في معقل الجماهير. بالظبط كده، بلاش وكر دي، معقل. ايوه يعني وكر دي معقل الجماهير، معقل الجماهير. فانت هتعمل ايه بقى؟ فابتدينا يعني نمشي شويه، تقول يا جماعه طب الامن اهو. فاحنا وقفنا لحظه حقيقه كده، دقيقه مثلا، هنعمل ايه وهنتصرف ازاي لو في احنا سامعين اصوات بس انت مش قادر تفسر، لان طبعا عندك مشاكل في اللغه معاهم، ده كده كده يعني اللهجه بس. وعمالين نقول يعني طب ايه اللي المفروض يحصل. بس عموما عدينا اللقطه دي، انا سمعت من ورا عماره 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 عماره، فببص على ايه يا جماعه، في ايه، هنتضرب خلاص، هي دي اللحظه جت يعني. ببص لقيت ثلاثه مغاربه جايين بيجروا علينا، فقلت خلاص بقى يلا حطوا بقى الحاجه يا جماعه واستمتعوا بقى بالعلقه الحلوه اللي هتيجي دي. لقيت الناس جايه تسلم علينا، واحنا بنشوفكم واحنا عارفينكم واحنا 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 وبتاع، لحد ما صورنا بقى الحشد ده وعملنا، وابتدينا ناخد ثقه ان احنا ايه هنطلع بسلام من هذه القصه يعني. اللحظه الثانيه قبل 10 دقائق من المباراه وبعد 10 دقائق من انطلاق المباراه، هو حرفيا الاستاد كله بيهتف بنفس واحد. يعني انت لو هتسمع الصوت، بص مهما سمعته في التلفزيون يا ابراهيم، مهما سمعته وانت قاعد، انا كلنا قاعدين بندعي للعيبه يعني وحتى كان واضح صفاره بابلاك سيما اكتر من مره ما كانتش مسموعه يعني. اللقطه الشهيره اللي هو وقف اللعب وجري ورا لعيب اللي ورا كهربا، وكهربا شاط وبتاع، كان الصفاره ما كانتش مسموعه يعني. اللقطه بتاعت كهربا دي صحيح احنا ما سمعناش الصفاره، ما في، هو كان وقف اللعب اصلا وجري على لعيب الوداد اللي واقع، بس الدنيا شغاله يعني. ما في لمسه واحده من لعيب الاهلي الا ومش صفاره، انت ودانك بتصفر، ما بالك بلعيبه الاهلي لما الاهلي جاب الجون. هي دي اللحظه المرعبه. احنا قاعدين في المدرج، احنا اربع صحفيين، هم برضو الاربعه اللي متنيلين على عينهم وقاعدين. حلو، اكتشفنا ان احنا المدرج اللي فيه كله الحته دي اللي احنا فيها البلوكات صحفيين مغاربه، كلها صحفيين مغاربه. على شمالك الثالثه كلها بقى بتاعت الوداد لفه بقى كده معاك، وعلى يمينك المعصوره الرئيسيه، مالكش دعوه بيهم خالص لان اصلا مديك ظهره. فهفن حلو. فلحظه الجون غير متوقعه تماما. أيوة. لدرجه ان احنا ما شفناش اصلا الكره دخلت يا باشا، واحنا بنتفرج على واحنا برده مش يعني ما هو بالظبط خطف خطف، هو ده نفس احساسنا بالظبط. احنا ما ابتديناش نتفاعل الا مع لحظات جري اللعيبه، ده جون بقى خلاص ده جون. فطبعا الفرحه طلعت من البعثه كلها. انت فعلا سكوت بقى في المتعاطف بشكل كبير، وعندنا معانا كان معانا احد الاشخاص يعني الزملاء، الفرحه كانت مسيطره عليه جامد، فابتدى يجري على السلالم الممر اللي هو اللي انت بتعدي بيه للكراسي يعني بفرحه بقى. وابتدينا نشوف زومه كبيره جدا وشويه نظرات من اللي قلبك يحبها، المدرج كله بيبص لك، فاللي هو يا حبيبي انت اربعه واحنا كتير قوي.
فيعني ايه هنمشيها كده. ما تمشيش كده يا محمد، ما تمشيش كده خالص طبعا. يعني بقول لك انتوا عشان بس خبراتكم لسه قليله في الحاجات، بس هي ما تمشيش كده، لانه على طول الخط على طول الوقت الصحفيين المصريين مكرمين جدا في الوطن العربي وفي افريقيا، في دايما بنقول في بلادنا، في المغرب، في تونس، في الجزائر، لانه زي ما ده بيحصل بيحصل العكس طبعا. عمرك شفت صحفي تونسي، صحفي مغربي، لو واحد وسط مليار مصري هيتلمس؟ قسما بالله لو الوداد كسبان البطوله وماشي بيها من هنا ما هيتلمس، ده هيتشال على طبعا على الادمغه وعلى الراس، واحنا اتشلنا على الراس حرفيا، لانه هي دي طبيعه الاحوال دايما بتحصل كده. في بيبقى فيه غضبه وقت، انما عمر ما يكون فيها رد فعل، لان احنا دي للامانه شهاده حق دايما بنقولها. الـ 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 الاخوه كمان تحديدا، اما انا بنتكلم في المغرب يعني، عندهم الحته دي للامانه، طيبين وجدعان وبيقدروا كمان المصريين، بيحبوا المصريين. ما انا يعني تدليا بس على النقطه اللي انت بتقولها دي، احنا دخلنا لمقصوره الصحفيين من مركب محمد الخامس في 30 ثانيه حرفيا. ده اللي احنا ده بالظبط اول ما دخلنا قعدنا. طب بيبقى معاك باص عشان تخش مقصوره الصحفيين غير الاكريتيشن، بتاخد باص كده عشان يبقى ليك كرسي بتاعك تبقى انت خدته. صحفي مغربي احد الاخوه يعني جه سالنا انتوا معكوش دي؟ معناش. ودخلنا، دخلتوا منين؟ دخلنا من البوابه دي. طب يا جماعه انتوا لازم تبقى معاكوا دي، عشان بتاع الكف لو عدى ولقاكم مش معاكوا دي هيقول لكم لا ما ينفعش تقعدوا، لازم تاخدوا الباص دي. طب هو فين الاكريتيشن سنتر؟ يمين شمال بتاع، احنا عارفين مكانه بس بعيد جدا وخلاص الماتش هيبدا. قالنا طيب ثواني انا هتصرف. راجل راح جاب لنا الاربع باصات وجاب لنا البريس كونفرنس وجاب لنا الميك زون واحنا قاعدين مكاننا. ده راجل مغربي صحفي زميلنا يعني، ده قبل المباراه يعني. وبعد المباراه الناس جت اتكلمت معانا في الماتش وباركولنا واتكلموا معانا في ظروف الماتش، اللي معترض على التحكيم، اللي معترض على بتاع، اللي شاف ان الاهلي يستحق فعلا لان عمل افضل حاجه. فكانت الدنيا فعلا عظيمه. دل على السلامه عماره. الله يسلمك. دل على السلامه ونورت مكانك، وان شاء الله باذن الله نبقى نطلعك تاني في كل الحاجات اللي يبقى فيها فرق مصريه بتلعب في النهائيات ان شاء الله باذن الله. طيب نروح لفاصل يا شباب، ولا احنا عايزين نخش في التحليل الفني؟ ماشي نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع عمر عبد الله بس اللي يتكلم. اتفضل عمر. طيب انا كنت سامعك في الانترو وضربت مثل عظيم جدا. هل لو الاهلي كان استغنى عن مارسيل كولر في النص، هزيمه صاخبه وخمسه تاني والدنيا صعبه، هيخرج خلاص من افريقيا خلاص بقى، وده انت على شفا حفره يعني خلاص، اي غلطه بفوره تتعادل مع القطن ولا ما تكسبش سكور ولا الهلال خلاص الموضوع الموسم بينهار. فهنا نقطه مهمه جدا جدا، انا عجبني المثل ده لان تقييم المدرب ما يبقاش على نتيجة أو على ضرب جزاء. شغل الراجل ده إيه؟ رحلة كولر دي عاملة إزاي؟ كيف وجد هذا الرجل الحلول على مدار هذه الرحلة الطويلة جدا جدا جدا؟ فتعال نشوف، لأن أنا جايب لك الرحلة من بدايتها. يلا. إزاي كولر بدأ بالأربعة 2 3 1 وكان إيه أسلحته؟ دي مباراة الاتحاد المونستيري وده أول هدف، وخلينا نركز في البداية عشان ليه علاقة بالنهاية. أيوه بيه، عشان ده علي معلول واللي جاب الجون بدماغه عبد المنعم، شكرا. الله ينور عليك. اللعبة بقى مش قصة، لا نعيدها تاني معلش عشان هي مش علي. بص السكرينة اللي عاملها عمرو السلية، اول لعيب خالص هنا اللي ما بين الاتنين لعيبة، وازاي عبد المنعم هيتحرك في ظهره وهتتلعب الكرة لعبد المنعم يحرز الهدف الاول للاهلي في مسيرة كولر. تمام تمام. فاول طلعة لكولر كانت ثانية واحدة بس نوقف، كانت عن طريق ضربات السد. الراجل اللي بدأ بالاربعة 2 3 1 اللي بتتلعب بتعتمد على الوايد وينجز، بيلعب اجنحة على الخط، بتعتمد على مهاجم متحرك، ده كان فكره في البداية. فالراجل بدا الموسم مع الاسماعيلي، وانا جايب لك هنا الرحله كفترات مش كمباريات يعني، ماشي بقى الهجمه. الرحله بتاعته كانت بتعتمد على ان ازاي يلعب على الجناح، وهنا كان الاكتشاف كريم فؤاد في الجناح، الباك باص لشادي شادي حسين اللي احرز الهدف. مكملين في مباراه الزمالك، انت لسه بتعتمد على الجناحين اللي واخدين طرف الملعب ومطينه تماما، والهدف ده من الجناح الشمال طاهر، ثانيه واحده نوقف، من الجناح الشمال طاهر للجناح اليمين كريم فؤاد. فانت بتتكلم في سيستم، في باترن، كنا دايما بنشيد بفكره ان عندك باترن وبتكرر. مكملين لحد مباراه الداخليه، ودي كانت اخر مباراه قبل توقف كاس العالم، ماشي بتعتمد على نفس القصه. بص هنا الجناح واخد الخط تمام، بيلعب الكره نسخه من هدف الاسماعيلي، فالراجل بيشتغل بص على طول رايح على الجناح
بيشتغل على جملة واحدة بتتكرر في كل المباريات، فبالتالي ده يتقال لك ان ده سيستم لعب. نفس القصة، الجناح اللي واخد الخط عشان يلعب للجناح التاني اللي هو هنا برونو سافيو عشان يحرز في مرمى المحلة. فاحنا بنتكلم في فريق بيتمرن كل يوم على طريقة لعب معينة. نوقف بقى ثانية واحدة بس، على طريقة لعب معينة، جناحين بيخدموا على بعض بلعب رقم 10 صريح جدا. طب يا جماعة الاهلي بيتقري، ما هو الاهلي ده اكبر فريق في افريقيا وكل الناس بتشوفه. فانا ازاي كمدير فني في رحلتي، شوف بقى والمفاجاه انه الفرق اللي بتلعب الاهلي عندها محللين اداء، تخيل انت بقى المفاجاه، تخيل ومحللين الاداء بيقولوا لهم نقاط القوه والضعف اللي في الاهلي، وبيتفرج عامر وعز وعمر وعماره عشان بس ما نسطحش عقول الناس يعني. بالظبط كده. الله ينور عليك. فالاهلي بيتقري، طب يا جماعه انا هقفل له الجناحين. كل الناس راحت لفكره ان حمدي فتحي اول لاعب وسط خد تكليفات بالاختراق. الحقيقه لا، مباراه انبي كانت اول مباراه كولر يفكر فيها يستخدم العمق، وكان عن طريق مين؟ كمل بقى هنا هتعرف عن طريق مين. واحده، الثانيه، الثالثه من عمرو السوليه لقفشه اللي رايح هو والجون، لاعب الوسط اللي بيخترق مش حمدي فتحي، اللي متحرك في المساحه اللي اتخلقت له من خروج شريف بره ال 18. الهدف الثاني لمين؟ لديانج، تعليمات بالاختراق. طبعا الكره هنا خدمت ديانج، لكن تعليمات بالاختراق للاعيب الوسط ده ما كانش بيحصل في الفتره الاولى. لحد اما تيجي ثانيه واحده بقى، معلش هرجع للهجمه دي تاني، لحد اما تيجي الانطلاقه الكبرى اللي خلت الناس تاخد بالها ان الراجل ده لا ده غير السيستم، ما بقاش جناحين، بقى في عندك حد بيخش من العمق. فتعال نشوف حمدي فتحي اللي بيستلم هناك خالص، اللي بيشاور بايده ده ما بين قلبين الدفاع بتحرك كهرباء عشان الكره تروح للجناح الناحيه الثانيه، عشان اللي هيلعب الكوره مش باك باس تاني اهو، مش الراجل الجناح اللي الناحيه الثانيه ده اللاعب رقم 10 اللاعب خط الوسط. نفس القصه تاني، ماشي بقى حسين الشحات بينزل فين؟ بص تغير الادوار يا ابراهيم بتوالي المباريات. حسين الشحات اللي هو كان جناح في الخطه القديمه ستريتشنج وايد للملعب، بيفتح الملعب عرضي، بقى هو اللي بينزل صانع العاب، واللي بيخترق تاني هو حمدي فتحي. فبدا استغلال للاعب خط الوسط انه يدخل، بص داخل، بص حمدي فتحي بيتسرسب ازاي، بيدخل ما بين قلبين الدفاع عشان يتمركز دايما جوه منطقه الجزاء. والمباراه دي لو تفتكر الكل قال عليها، ثانيه واحده بقى نوقف، كل قال عليها مباراه حمدي فتحي. عدت الايام والراجل غير، بص احنا بقالنا قد ايه غير السايل تماما، غير السايل تماما، مفيش الجناحين دول. لحد اما تيجي الكوره الاولانيه اللي حمدي فتحي صنعها في الزمالك من حسين الشحات لحمدي فتحي، الهجمه دي من حسين الشحات لحمدي فتحي. رحله بتتطور مع تطور الافكار لحد اما توصل لمباراه الهلال السوداني، كانت نقطه تحول تانية في تفكير كولر، ان هو طب ما انا لعيب الوسط ده بدا يتقابل، طب انا اعمل ايه؟ بدا ينزل الجناحين بتوعه في قلب الملعب يبقوا رقم 10، فيبقى واحد واخد رقم 10 والتاني واخد مركز المهاجم. فتعال نشوفه هو بيطور اداء لاعبته في فتره تانية من الملعب، انه يحط بيرسي تاو ازاي، ماشي الصوره معانا، يحط بيرسي تاو كلاعب رقم 10 بيخش للعمق، وحسين الشحات من الناحيه التانية يخش يحط الهدف كمهاجم في مركز رقم 10. الاستغلال التاني للاجنحه نفس القصه اللي انا بقولها لك، بيرسي تاو بيخش لاعب رقم 10، بص حسين الشحات الناحيه التانية، استخدام تاني خالص غير الاستخدامين اللي فاتوا لحسين الشحات. هل الهجمه دي مجرد هجمه او طريقه لعب في مباراه الهلال؟ يعني عشان مروان قاري حسين او عشان بيرسي تاو دخل في العمق؟ لا، تعال نشوف الهدف اللي جاي، لانه من محمد هاني لمحمد شريف اللي فكركم في المباراه دي كان بيلعب جناح لان كهربا في الملعب. نفس الجون بنفس الطريقه بنفس التحرك، هي عشان افكرك ان هي قبل مباراه الوداد من محمود متولي لحسين الشحات برضه بنفس القطعه بنفس الضمه عشان يحرز نفس الهدف اللي احرزه في الهلال السوداني، عشان افكرك بهدف الوداد اللي هنا من محمد هاني لحسين الشحات لكهربا للهدف الثاني في مباراه الوداد. استغلال امثل لكل الاسلحه عشان ينهي الرحله بضربه ثابته. نرجع بقى ثانيه واحده عشان نشرح دور عمرو السوليه تاني، كمان واحده فريم كمان لو موجود هنا، لا خلاص ماشي هنا. بص عمرو السوليه اللي واخد الاثنين، انا كنت جايبه بس من فريم قبل كده، كان محمد عبد المنعم على نفس الخط الطولي مع عمرو السوليه. عمرو السوليه دخل خد الراجل ارسن زولا عشان عبد المنعم هو اللي يجي من ورا ويلي سامبو في تكرار تسلم راسك يا منام. بالظبط بالظبط، في تكرار لنفس الهدف
اللي بدأ بيه الرحلة، الراجل اللي نهى بيه الرحلة مع تطور للأفكار لاستخدام كل الأسلحة. حس إن هي محتاجة تصفيق حار بعديها مارسيل كولر على الرحلة الطويلة دي 100%، لأن ده مدرب ما يتخافش عليه، لأن الراجل بمنتهى البساطة عارف. وبرواية أخرى، انظر حولك عزيزي المشاهد فستجد إنه محمد هاني بقى محمد هاني 100%. إنه أنت فكرتني، كريم فؤاد كان اختراع في وقته لحد الإصابة، وانه بيرسي تاو بقى بيرسي تاو بعد ما كان تاو بره الاهلي خالص بقى بيرسي تاو. حسين الشحات وصل لاعلى جوده ممكنه. كهربا قعد بتاع حوالي 300 سنه ما بيلعبش، رجع رجليه جوه الملعب بيجيب جوان، انت ما تعرفش ازاي الا اذا كان برضو في تحضيرات ذهنيه. هرجع تاني واقول نقطه مهمه جدا جدا، انا بحترم كولر مش بس عشان الاسباب دي، انا بحترم كولر لانه رغم ضغط مباريات النادي الاهلي الراجل ده ما لعبش على وتر سهل قوي يلعب عليه، عشان ده وتر برضه فيه قله حيله، برضه عشان الناس تبقى عارفه حجم التطور الحاصل في المعلومات وفي الامور العلميه اللي بيها الراجل ده اشتغل في الاهلي. فما فيش ولا لعيب مجهد، قايمه كبيره، لعيبه محترفه، ما فيش مره طلع بقى للناس سلام عليكم يا جماعه انا بلعب كل 72 ساعه، انا بسافر، انا بروح، انا باجي، انا جالي كاس عالم للانديه فجاه مره واحده ورحت لعبت ريال مدريد وفلامينجو. على فكره كل اللي هيقوله ده تمام، صحيح يعني كل اللي هيقوله هتشتريه. ده اصلا مش طبيعي، فتمام هتشتريه. كل اللي انت تقوله هتشتريه طبعا. ايوه صح فعلا، والضغط والماتشات وبتاع، لكن الاجمل من ان انت تدي مبررات، الاجمل ان انت تشتغل صح. فهو بالقياسات البدنيه اللي موجوده، بال 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 بالاحمال اللي بقت مختلفه بالنسبه لكل لعيب، بتطور الاداء الذهني والاداء الفني لكل لعيب من النادي الاهلي، انت بقيت تشوف شكل ومضمون مختلف للاهلي. عشان كده انا بقول انه كولر فعلا مدرب اثبت انه مدرب كبير. عمار اتفضل. عشان بقى عايز اقول حاجه بس سريعه في الاخر، معلش انا اسف. خد يا لا الفكره بقى 12 دقيقه هتاخدهم كلهم. لا انا اسف والله، انا بس عايز الخص، عايز اضيف يعني على الكلام اللي انت قلته. تطور الافكار ده مش حاجه سهله. تطور الافكار انك تحفظ، عشان كده بدات لك الكلام، قلت لك ده شكل اهو بيتمرن عليه. انك تغيره في التمرين واللعيبه تتطبع وتعرف تعمل كل الافكار دي، ده جزء كبير جدا بيعود للمدير الفني وللاعب اللي بيستمع. حاجه ثالثه مهمه يا ابراهيم انت ذكرتها، انه بيستخدم كل اللعيبه. فعشان كده بقى هو نفسه عنده تنوع للاسلحه، بيستخدم كل اللعيبه بين قوسين صح. ايوه بالظبط، عشان كده بقول لك بيستخدم اللعيبه غلط. عمار اتفضل. فبالتالي بقى هو عنده فكره الاريحيه، هو خدم نفسه بقى عنده الاريحيه انه يطور الافكار. عمار اتفضل. انا كان مهم جدا بالنسبه لي المره دي تحديدا اشوف على ارض الملعب او اشوف حتى في التدريبات، اول مره بقى ابقى في معسكر الاهلي او داخل جوه، اشوف مارسيل كولر بيتعامل مع اللعيبه ازاي، اشوف الراجل ده بيشتغل ازاي عموما. ودي كانت نقطه مهمه جدا حتى في كل التحليل احنا بنشوفه دايما في التلفزيون، ما كناش لسه بقى يعني انا ما حصليش التجربه اني ابقى على ارض الملعب مع الراجل ده بشوفه شغال ازاي. جمعتني صدفه مهمه جدا الحمد لله، يعني بعد المباراه على طول بعد التتويج بالاستاذ خالد معتز اللي هو مترجم مارسيل كولر، وحصل بينا كلام يعني تحديدا يعني. فبقول له انت عموما الماستر سين بتاع البطوله او لقطه البطوله كانت فين؟ قال لي مباراه صن داونز. قال لي كل الناس فعلا بتجاوب صح او بتتكلم صح ان مباراه صن داونز نقطه تحول. قال لي انا وكل اللعيبه وكل الجهاز الفني كان عندنا حاله من الشك كبيره. الراجل ده لا، قال لي هو البطوله دي لو فيها نقطه قويه جدا 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 فهي مارسيل كولر. على هدوء الراجل وعلى خبرته وعلى ازاي حول الدفه من رايحه في اتجاه مش لطيف تماما. كل الوشوش نازله على الارض، كل اللعيبه مش متقبله بالظبط الهزيمه دي بالشكل ده في التوقيت ده، لان الاهلي خلي بالك قبل ما يتهزم من سان داونز ما كانش عنده برضو الاداء السيء ده قوي. بس الضربه كانت قويه جدا. قال الراجل ده هو فاجئ الناس كلها بالهدوء بالخبره. وانت شفت تعامل انا شفت بقى تعامل كولر تحديدا مع اللعيبه في التدريبات، هو في احترام انت بتحس بهيبه للراجل ده وهو موجود، وراجل شغال وكل حاجه معاهم في فقره الهزار وكل حاجه، بس فتره الجد انت بتشوف اللعيبه ازاي مركزه عشان الراجل ده، ازاي يعني ازاي فعلا عاملين له قدر كبير من الاحترام في الحته دي، بيثقوا فيه جدا. النقطه اللي كمان لاحظتها في المباراه وكانت واضحه جدا، الاول تلت ساعه جمهور لعيبه الوداد وهو هي ضغطه جدا على الناحيه بتاعت علي معلول، الراجل قاعد يصرخ كتير لمعلول،
يصرخ كتير جدا على الجانب الشمال ده. يا جماعه احنا متكلمين في دي، ما تجيبوش هنا ضربات ثابته، ما الجبهه دي ما تتفتحش كده، الراجل ما يخشش في العمق كده. ونجم خلي بالك اخترق مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما جه الهدف. بعد يعني بص الراجل من الاول خالص هو قال الموضوع، بيتكلم على معلول وبيشرح له ويقول له كذا يا معلول كذا يا معلول كذا، نضم شويه مش عايز يقربوا ناحيه منطقه الجزاء. الشوط الثاني الراجل تغيير قفشه دي قلبت الموازين تماما مع تغيير حسين الشحات، مع ان حسين ده ركيزه اساسيه، ده السلاح ده تاني اخطر سلاح عنده يعني، فاهم قصدي؟ حتى هو لو شايف ان حسين مش في افضل حالاته، لعيبه الوداد خرجته شويه بره المباراه، بس في الاخر ده قرار جريء جدا ان انا اطلعه في التوقيت ده. قرار جريء جدا ان انا اطلع مروان عطيه، انزل ديانج رقم 6، انزل قفشه هو اللي بقى مع نفس الخط مع ديانج، ان هو اللي يطلع بالكوره. كل ده كوتش وجهاز فني على فكره، ان انت في الاخر ممكن جدا تنساق ورا المباراه الضغط اللي فيها، ما تاخدش القرارات التوقيتات دي، تستنى شويه. تغيير في الدقيقه 58 بالظبط، ده توقيت مهم جدا، لان ما يؤخذ على مارسيل كولر تاخير في التغيير دي 58 ياخد القرار ده في وسط الدوشه اللي حكاها لنا عماره، انك اصلا تركز وتاخد القرار ده، ده شيء ويحسب جدا 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 لعيبه الاهلي اللي نازله. انا شايفهم وهم بيعملوا احماء وهم نازلين. أيوة عماره، برضو خد بالك من حاجه، برضو شوف انت الحاله اللي عندك، الصدمه اللي حصلت من الملعب ومن المدرجات دي صدمه طبيعيه، لانك اول مره تختبر القصه ديت، يعني طبعا اول مره تختبرها. لذلك دايما بنقول ايه، اللعيب اللي اول مره بتحط في الموقف ده رجليه ممكن ما تشيلوش، صح جدا، وده حقيقي. اللعيبه دي لا، اللعيبه دي مره حط لا مليون يعني مليون، هو كسبان الرجاء في برضه في نفس الملعب واكم من مباريات لعبوها في كاس العالم للانديه وفي اماكن تانية كتير وماتشات كتير جدا جدا جدا. فده عمره ما عشان كده دايما بقول لك ايه، الاهلي كبير في الحته دي. يعني كل ما انت بتقول يا محمد انه عظمه جمهور الوداد في الهتاف ده، احنا من شويه لقطات اي حلوه يا ابن دي اللي كان عملها لنا زميلنا العزيز محمد عماره. كل ما تقول كده كل ما انا هستوعب اكتر انه دي خبرات الاهلي. انا معاك 100%، لان برضو بص انا معاك ان الخبرات تراكميه والدنيا يا باشا. صحفي يا باشا بيقول لك صحفي قاعد في المدرجات قاعد من الصوت مش سامع حاجه، قاعد هايب الموقف، بس خلي بالك ده مطلوب منه يلعب تحت. بس في النهايه برضو الموقف مرعب يا ابراهيم. يعني الجمهور الوداد يشكر بصراحه، جمهور محترم جدا وبيحب فريقه وبيشجع بقتاليه كبيره جدا، لكن ثبات لعيبه الاهلي وقدرتهم على التعامل ده شيء مهم جدا. سؤال قبل ما اروح لفاصل، هل فعلا كانوا سامحين للاعيبه الاهلي ان هم يحتفلوا بشكل عادي جدا جدا، كان مفيش فيه اي ضغط من اي نوع من مقابل الجماهير؟ تماما بصراحه، بتكلم بجد؟ والله العظيم. يعني لعيبه خلي بالك الملعب زي ما قلت لك كان بعد التتويج تحديدا، قصدي ثقافه يا محمد خد بالك، انا هقول لك ثقافه ان انا ابقى شرس جدا في تشجيعي وقت 90 دقيقه، بس عندي ثقافه تقبل ان انا ممكن ممكن اخسر النهارده. اولا دي حاجه لو حقيقيه فعلا، انا لعلمك خد بالك انا سمعت لكن ما شفتش كده فرصه ان اسالك، لانه اذا كان الكلام ده فعلا حقيقي يبقى الناس دي تستحق تحيه كبيره. في لقطتين لحظه دخول لعيبه الاهلي ارض الملعب لاول مره، اشتغلت اغنيه جمهوره ده حماه لمده 40 ثانيه. بعد المباراه وبعد لحظه التتويج على طول اشتغلت اهلاوي انا والفخر ليا، دي الاغنيه بتاعت التتويج. بعد لحظات التتويج شايفت ارض الملعب دي. بعد ما خلص على طول التتويج كل البعثه الاعلاميه المتواجده المصريين كانوا في ارض الملعب مع النادي الاهلي. والملعب كان محتل في اي نوع من انواع التضييق خالص، ما كانش عارف انت في ارخم هرزل عليك يعني بالظبط، مفيش الكلام ده. ابسط حاجه لعيبه الاهلي في غرفه اللبس قعدت احتفلت كتير جدا، كل الصحفيين قاعدين مستنيينهم في الميكس زون اللي هي الممر اللي خارج لاتوبيس النادي الاهلي. الجمهور لعيبه الاهلي تقريبا قعدت اكتر من ساعه ونص في غرفه اللبس بتحتفل. ولما بنسال مسؤولي الكاف ومسؤولين التنظيم هم براحتهم هنعمل لهم ايه؟ طيب قبل ما اروح لفاصل، اذا هي تحيه واجبه لجماهير الوداد، تحيه واجبه، وانا ما كنتش حابب ان انا اقول ده الا لما اكون متاكد بنسبه مليون في المئه. محمد عينينا هناك، اذا هي تحيه واجبه لجماهير الوداد ولمسؤولي الوداد ولمسؤولي المغرب بالكامل، لانه ده بيفرق كتير جدا جدا عند المشجع المصري والمشجع الاهلاوي، انه يبقى عارف انه ده حصل، لانه الامور اللي شبه كده بتدي دايما الانطباعات الحقيقيه عن الرياضه التنافسيه، يومك او يومي، ولكن اهم حاجه الاحترام والتقدير في الظروف وفي الامور اللي شبه كده. خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع بعض.
طيب نروح بقى للحديث عن منتخبنا الوطني ومباراة خاضة أمام منتخب غينيا كان فيها متأخر بهدف ثم تمكن من تعديل النتيجة والفوز وبالتالي التأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية. حول شكل الأداء الفني وما قدمه المنتخب مع وجود محمد صلاح، وأنا يا جماعة عايز أقول لكم على حاجة، أنا بشوف تعليقات السوشيال ميديا والماتش شغال مش عارف والله هو ده حقيقي يا جماعه، الناس بتقول لك محمد والله العظيم انا شفت ناس كاتبه كده محمد صلاح بالونه هوا، والله العظيم شفت ناس كاتبه كده علشان الكوره اللي جات له على السبته فراحت فوق في السما. فبص هو عموما انا بعد ما بشوف الحاجات ديت ببقى عارف انه عادي اي حد ممكن يتقال عليه اي حاجه، يعني فاهم الليفل اللي والله اصل الليفل اللي وصل له محمد صلاح ده ليفل والله ليفل الوحش، هو ليفل ما بعد الوحش بمراحل كتير. فانا متخيل مثلا انه محمد ده يعني الناس هتبقى مقدره اللي بيقدمه، ولا شوفوا ايه ولا يشوفوا يكتب لك ايه بالشكه والسكينه ابو صلاح عاش ما شاء الله. مين اللي بيلعب بالشكه والسكينه؟ صلاح بيلعب معانا مش ف بيتهيالي هو لو شاف الحاجات ديت وبعد ما راح اتجلط يا عيني يعني. فالمشكله انه الاراء دي طبعا متغيره لان الماتش شغال فالدنيا مشيت فمنتخب مصر كسب فالناس برضو بتتكلم عن بدات ناس تكلمكم اسهم محمد صلاح قال لك لا انتوا كذابين مش مركزين تريزيجيه يا جماعه ما هم كلهم لعيبه منتخب مصر يعني بتفرقوا ليه برضو مش فاهم دي انطباعك. طيب وخلينا في البدايه نسال هو فيتوريا حاليا داخل على 10 شهور 11 شهر تقريبا ماسك المنتخب هو ايه الهدف اصلا من المرحله دي؟ يعني احنا عايزين ايه من روي فيتوريا؟ عشان نقدر نعرف هو وصل للهدف اللي احنا عايزينه منه ولا لا؟ هي الحقيقة ان الهدف في رأيي انا في المرحلة دي تحديدا ما بعد حالة الصخب الكبيرة جدا جدا في المراحل اللي فاتت، لان خلينا نقول ان من هيكتور كوبر للنهاردة المنتخب دايما حواليه صخب. لا هيكتور كوبر بيدافع احنا نستحق حاجة اكتر من كده، بيدافع ليه يا جماعة؟ دي كرة قبيحة، يا ريتنا ما كنا وصلنا كاس العالم طالما مش عارف ايه. مش هيكتور كوبر، جت فجوه زمنيه في النص الناس كلها بتنساها، خافير اجيري محدش يفتكره، يعني الناس تقول ايه كابتن كوبر وكابتن حسام البدري وكيروش، يا جماعه في اجيري في النص انتوا ليه ناسيين القصه دي؟ وكانت حاله من الصخب وخروج اللعيبه من كاس الامم الافريقيه، ثم جاء كابتن حسام البدري، ثم جاء كارلوس كيروش وصخب اكبر بكتير، ثم جاء طبعا كابتن ايهاب جلال في النص يعني وصخب اكبر واكبر هو لحق يعني عشان في صخب وصخب اكبر من الفتره يعني لحد ما جه روي فيتوريا. فكان الهدف ان ازاي تعيد الهدوء لمنتخب مصر، ازاي تخلي الفريق ده يتكون على مهل، هو ده كان الهدف الرئيسي للمرحلة دي. فلما تبص تلاقي ان روي فيتوريا في الفترة اللي فاتت دي قدر ان هو يثبت شكل فني الى حد كبير، حتى هنشوفه لما نيجي نشتغل بالحالات وبالقواشيط، يعني قدر يثبت شكل فني بشكل كبير، قدر انه يحقق انتصارات خلال الفترة اللي فاتت، قدر انه يحسم ما بعد اول مبارتين وهزيمة. طيب معلش انا مضطر ان انا اقطعك، هنرجع تاني للحديث عن منتخب مصر، بس معايا برضو حوار اكيد هتبقوا مبسوطين ان هو موجود معانا عبر زوم، مستر ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. مستر ميشيل اهلا وسهلا بيك، تحياتي، مساء الفل ومبروك مليون مبروك، مبروك هذه البطولة الغالية، مبروك هذه المحبة والتقدير الكبير جدا جدا ليك من جماهير النادي الأهلي بعد التتويج وبعد هذا اللقب، ألف مبروك. مساء الفل. يا سلام يا سلام على مساء الفل، والله يا عسل. انا مش سامع حاجه، هل انتوا في اي حاجه بتتقال ولا لا؟ عشان انا مش سامع. طيب خليني في البدايه مستر ميشيل اسالك عن هذه البطوله تحديدا، بخلاف كل البطولات اللي حصدتها مع النادي الاهلي، كيف تقيمها من وجهه نظرك؟ هذه البطولة هي بطولة مميزة جدا وكانت صعبة جدا، لأنه ليس من السهل أن نكسب مثل هذه البطولة، وكانت البداية غير جيدة وبعد ذلك وكان المباراة أمام سان داونز وكان كل الناس كانوا يعتقدون أن الأمر قد انتهى
وأننا سنخسر، ولكن لعبنا جيدا، وعندما ترى في النهاية ما حدث فهذا أمر جيد. وكانت البطولة صعبة جدا جدا، وكان المشوار صعب جدا، مباريات صعبة جدا ضد سان داونز وضد الهلال وضد كل الفرق. وأعتقد أن هذه البطولة أيضا هي كانت بطولة من البطولات الصعبة جدا، وكنا نعمل دائما، ونحن نعتقد أننا يمكننا أن نعمل جيدا حتى نلعب، ويجب أن نستمع إلى المدرب ونستمع إلى كل ما يمكن أن تقوم به من أجل تحقيق الفوز في النهاية. وفحن يجب عليك أن تركز في كل شيء وحتى تحصل على هذه البطولة، وبعد ذلك هذا ما حدث في النهاية. مستر بشير، خليني أسألك، كيف كانت ردة فعلك عندما تأكدت بأنه محمد الشناوي لن يكون متواجدا في مباراة الذهاب، وبالتالي كان اختيار مستر كولر لمصطفى شوبير لكي يكون حارسا لهذا اللقاء، بين هذه المشاعر المتعلقة بالحارس الأول ثم الحارس الثالث الذي أبلى بلاء حسنا في هذا اللقاء فيما بعد، كيف كانت المشاعر وكيف كانت تعامل مستر ميشيل مع كلاهما، مع الشناوي ومع مصطفى شوبير؟ بالفعل الموقف كان صعب جدا، لأن الجول كيبر كان يعني مصابا ولم يكن يلعب، وبالتالي قمنا ب كان مصطفى شوبير أيضا هو مميز جدا وحارس مميز ولديه مستقبل جيد. بالطبع عندما يكون حارس المرمى مصاب وأنت لديك بعض الخيارات، فمثل الشناوي هو لاعب جيد جدا بالفعل، وبعد ذلك وجدنا أنه مصاب وأنه غير مؤهل تماما حتى يلعب هذا المباراة، وأيضا كان هناك علي لطفي، وبعد ذلك تم اختيار شوبير حتى يشارك في هذه المباراة كحارس مرمى، وهو حارس مميز وأيضا وهو موهوب. وبعد ذلك كانت في النهاية لعب مصطفى شوبير، وكان على قدر المسؤولية للعب، وكان الموقف صعب جدا، ولعب مباراة جيدا جدا، وكان مستواه مميز أيضا. ولكن يجب عليك أن تثق في الجميع وفي كافة حراس المرمى الذين لديك، لأنه كحارس مرمى يجب عليك أن تثق فيه جيدا. وأيضا هذه الوظيفة هي وظيفة صعبة جدا، وكان مصطفى شوبير جاهز ومستعد وفي كافة الأوقات، وحتى يجب على أي حارس مرمى أن يكون مستعدا وجاهزا في كل الأوقات، حتى لأنه قد يشارك في أي وقت في المباراة، فلذلك يجب أن تكون مستعد. فمصطفى كان بالفعل كان مستعد، وقال لي أنه مستعد جدا وأنه مستعد للعب. فأنت تستحق ذلك، أنت تستحق اللعب، ولكن ما قمت به هو قمنا به مع بعضنا البعض، ولم تكن هذه المسؤولية مسؤولية صعبة، ولكنها في النهاية قد تمت. ما هو شعورك عندما تمكن مصطفى شوبير من التعامل مع انفرادة حقيقية كادت وأن يتقدم بها الوداد، ثم تصدي آخر كان في منتهى الصعوبة من ضربة ثابتة؟ الكرتين دول تحديدا كيف كان رد فعلك وأنت على الدكة في الخارج؟ هل من الممكن إعادة السؤال مرة أخرى؟
كيف كان شعور مستر ميشيل يانكون عندما تمكن مصطفى شوبير من التصدي لهذا الانفراد الصعب جدا واللي كان بإمكان الوداد أن يتقدم به ثم التصدي الآخر من ضربة ثابتة؟ هل توقعت أن يتعامل مصطفى مع الكرة بهذه الاحترافية أم لا؟ ياسر مصطفى بالفعل مصطفى كان رائع جدا عندما تصدى لهذه الضربات وأيضا هو لديه أداء جيد جدا ما بين اللاعبين وهو كان بالفعل كان مستعد وكان يركز جيد جدا ولم أرى أنه كان مشتتا أو شيئا من ذلك وأنه كان على قدر المسؤولية وكان على قدر الموقف ولعب جيدا وبشكل عام فكان مميز جدا وكان ينتظر هذه الفرصة. لديك الآن ثلاث حراس متميزين، هل ترى من هم أفضل منهم لكي يكون متواجدا في النادي الأهلي؟ هذا سؤال ردا على العديد من التساؤلات اللي كانت في المرحلة الماضية عن احتياج الأهلي لحارس مرمى ثم تألق مصطفى شوبير وظهر بهذا المظهر، هل تجد من هم أفضل من هذا الثلاثي؟ محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير؟ بالفعل كافة الحراس المرمى هم حراس جيدين جدا وهم يلعبون جيد جدا وعلى مدى أكثر من 4 أعوام فهم يلعبون جيدا وهناك مصطفى شوبير أيضا هو حارس مرمى جيد جدا وحتى أيضا باقي الحراس فهم حراس جيدين جدا وأيضا بالنسبة لي الشناوي فهم أيضا حراس جيدين جدا فبالفعل قد أي منهم قد يكون هو الحارس في المستقبل ولماذا قد أرغب في أن يكون هناك فريق أو حارس مرمى آخر في الفريق ونحن لدينا مصطفى شوبير ولدينا باقي الحراس فهم حراس جيدين جدا وهم يستطيعون أن يستمروا على هذا المستوى. مستر ميشيل، ما هي الرسالة التي تريد أو ترغب في أن تقولها لجمهور الأهلي بعد البطولة رقم 11؟ أرجوك ما تقوليش يلا يا أهلي ال 12 في الطريق، يعني استنوا شوية أفراح يا جماعة بال 11 مش كده. هذه البطولة كانت رائعة طبعا وسوف نستمتع هذه المرة 11 هذا اللقب 11 ومنذ البداية كنت أفكر دائما في هذا الفوز لأنه كانت البداية غير جيدة وبعد ذلك كنا على قدر المسؤولية ولعبنا جيدا وكل ما أقوله هو نود أن نستمر على ذلك وفي هذا الوقت يجب أن نستمتع بهذه البطولة ودائما ما نناقش ذلك أننا نريد المزيد ونريد أن نحقق المزيد ونحن الأفضل في أفريقيا وبالطبع يجب علينا أن نسعد كافة الجماهير والجميع يستمتع بهذه البطولة في كل مكان وأن الفريق هو من أصعب الفرق عندما يواجه أي فريق آخر وبالتالي يجب علينا أن نستمتع بذلك لأن كانت البطولة بطولة رائعة فإنك عندما تلعب مباراة واحدة فيجب عليك أن تنهي هذه المباراة وتنهي أيضا البطولة وتنهي وأنت منتصرا دائما ونحن لدينا بطولة الدوري ولدينا أيضا
ويجب علينا أيضا أن نبدأ الموسم الجديد في بطولة أبطال الدوري ونبدأ هذه الخطوة من جديد، ولذلك يجب علينا أن نكون مستعدين ولكن نسير خطوة بخطوة، ويجب علينا أن نفكر ونركز الآن في بطولة الدوري، ويجب علينا ولا نريد أن نصعب الأمور على أنفسنا، ولذلك يجب علينا أن نستمتع بالبطولة ونسعد بها ونستعد بعد ذلك للبطولة القادمة. مستر ميشيل بشكرك شكرا جزيلا، تحياتي ومبروك، ألف مبروك، بشكرك شكرا جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا مستر ميشيل يانكو، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، وبرضه نفس الفكرة يعني، فيقول لك نتبسط ونستمتع وبعدين نبتدي الموسم ودوري الأبطال، قصة يعني. طيب في ثانية إلا ثانية اختم لي بقى منتخبنا الوطني، اديني عنوان للمباراة في ثانية إلا ثانية. فوز مستحق، فوز بيضيف المزيد من الهدوء في بناء المنتخب للمرحلة المقبلة، المرحلة دي اللي كان محتاج فيها المنتخب إعادة بناء وإعادة نمو من أول وجديد. عظيم عمارة، هنتكلم معاك أول ما نرجع من الفصل مباشرة. خلينا نروح لفصل، بعد الفصل نرجع نكمل. فقرة الأواطيش أو الأواشيط، يلا بينا. يلا بينا، اتفضل يا سيد عقل، الحق اتكلم قبل ما نعبر بقى كلنا كلنا. يعني خلينا نتكلم على فيتوريا عموما، 6 مباريات ب6 انتصارات، الراجل حقق أول هدف ليه تأهل لكأس الأمم الأفريقية، بس خلال الرحلة دي في ال6 مباريات دول الراجل كان عنده طريقة معينة عايز يطبقها وعايز يوصل لنسبة إجادة فيها، يعني تصل تقريبا خلاص دلوقتي 90 أو 95% على القائم الرئيسي أو التشكيل الأساسي اللي بيلعب بيه ووظائف بعض اللعيبة. لو هنيجي نتكلم على الفورميشن أو التشكيل بتاع منتخب مصر، ال4-3-3 اللي احنا عارفينها، قعدته في المغرب غيرته، رجع قال لك فورميشن، احنا كنا ماشيين في العرب اهو، خلاص ما انا طريقة اللعب على طول بعديها، والله العظيم طريقة اللعب بعديها على طول. ماشي يا محمد، ماشي. أول مرة أشوف واحد في حياتي مواليد الرحاب، صوت تحفة فنية، أنا كده مش عارف أتكلم والله، تحفة فنية عارف أنت اصلي انا اعرفهم كلهم نزلت السمان يا جدع، لا يا جدع طوابق يا جدع، وبنزعف على الهواء صلى على النبي كده اتفضل. 4-3-3 الخصائص بتاعت الاثنين لعيبه بتوع خط الوسط ممكن يبقوا مختلفين شويه عن نفس ال 4-3-3 اللي بيطبقها مارسيل كولر. بالسؤال لمستر رول فيتوريا ان هو قاعد يشرح بعد المؤتمر القصه دي تحديدا، ليه زيزو هنا محمود حماده؟ هل الاثنين دول ادوارهم متشابهه؟ يعني بيطلب منهم نفس الدور ولا كل واحد ليه دور مختلف؟ يعني الاثنين دول بيعملوا بيقوموا بنفس الادوار ولا لا؟ قال لا طبعا، لو الاثنين دول عندهم نفس المهام الهجوميه وبنفس الادوار انا هيبقى عندي مشكله، هيبقى عندي مشكله عدم توازن بشكل كبير جدا، لان انا التارجت بتاعي او الهدف الرئيسي الاساسي اللي انا بسعى له على ارض الملعب اهاجم ب5 لعيبه، بس ال5 لعيبه دول مش منهم الاثنين بتوع النص، واحد منهم بس، لان انا عندي ظهير انا بطبيعه الحال حطه ظهير هجومي محمد حمدي، هو عايز دايما يستغل انطلاقات محمد حمدي اللي من ناحيه الشمال، وراجل بيوجدها جدا في بيراميدز، وبيراميدز بيلعب عليه بشكل قوي جدا وعلى طول فعال في النقطه دي، دخوله جوه منطقه الجزاء عشان تريزيجيه يخش جوه عمق الملعب، فمحمد حمدي يظهر كده ومعايا زيزو هنا ومحمد صلاح، ويبقى في 2 واحد هنا محمود حماده، ده اللي دايما بيعمل الحمايه او الحته الدفاعيه للظهير بتاعه محمد حمدي، ومحمد هاني بيبقى هنا يا اما بيخش في العمق لو زيزو متطرف او بيبقى واقف هنا عشان زيزو وصلاح يبقوا قريبين من بعض. فاذا هي دي التركيبه بتاعت فيتوريا او الشكل اللي هو عايز يعمله، بهاجم ب5 لعيبه وبدافع بالباقي، ما اقدرش اهاجم باكتر من كده عشان ما اعملش التوازن. تعال نتفرج على الحالات ونشوف الفرق بين ادوار محمود حماده وادوار حمدي فتحي، لان الراجل قال انا عندي بديل لكل واحد، يعني طارق حامد البديل اقرب بالنسبه لي لمروان عطيه، محمود حماده البديل اقرب لي حمدي فتحي. هو دي يعني حتى الان اختيارات الراجل، غير كده الباقي كله متاح لينا طبعا. يعني لو بدانا في الحالات بتاعه المنتخب الوطني تعال نتفرج، الكره بتطلع من هنا وهتشوف الفرق ما بين الظهير هنا والظهير هنا والفكره اللي كان عايزها. عبد المنعم بيطلع بالكوره، هيطلع على محمد حمدي، محمود حماده اللي في ظهره ده محمد حمدي اللي معاه الكوره. الناحيه الثانيه مين؟ صلاح، مصطفى، محمد، تريزيجيه، ادي 4 لعيبه، واللي هتلاقيه جاي من النص هو زيزو. دي ال5 لعيبه او دي الطريقه بالظبط اللي عايز يطبقها. نفس الكلام تاني، نمشي بالحالات بسرعه عشان ناخد اكبر قدر ممكن. محمد هاني بيلعبها لزيزو، زيزو بيخش اهو، محمد هاني بقى في العمق لعبها لصلاح، هتروح الناحيه الثانيه لتريزيجيه. بص لو رجعنا فريم بس ثانيه
ثانيه واحده بص على محمود حماده، هو دايما واقف مش عايز يزيد، ما ينفعش يزيد. مين اللي هيزيد؟ محمود حماده. امشي بالحالات على طول سريعا، هتلاقي تريزيجيه بيستلم، محمد حمدي يطير، هو اللي بيعملك الكره العرضيه، ودايما محمود حماده هو اللي واقف لظهره. طب نروح للناحيه الثانيه، حمدي فتحي اهو اخر واحد خالص من لعيب منتخب مصر ابو جزمه حمراء، ده لعيب رقم خمسه. بص هتلاقيه هو دايما محمود حمدي فتحي في الاهلي، اول ما يستلم الكوره والكوره تبتدي تتنقل في نص الملعب بيزيد على طول في المساحه، هو ما بيعملش كده في منتخب مصر طول ما هو على الناحيه الشمال. عشان ليه؟ عشان محمد حمدي هو اللي بياخد الحته دي، ودي الكره اللي اتلعبت لتريزيجيه. طب لما اتنقل الناحيه الثانيه ناحيه احمد رمضان بيكرم الظهير الدفاعي، بص النقله هتبقى رايحه فين؟ ما هتلاقي نلعب، بص الكره بتتحضر من ناحيه اليمين راحت ناحيه الشمال لمحمد حمدي، اول ما ياخدها زيزو مين اللعيب اللي رافع ايده؟ نرجع بس ثانيه واحده فريم، هتلاقي حمدي فتحي هو اخر لعيب هناك في منتخب مصر، هو اللي رافع ايده دخل كانه ظهير بالظبط، عشان احمد رمضان بيكهام نازل بخصائص دفاعيه تماما على العكس اللي حصلت المره اللي فاتت. ودي اللقطه اللي جه منها الهدف، بقى عندك الخمس لعيبه اللي انت بتهاجم بيهم. اتفضل يا عمر. طيب خلينا نكمل الكلام اللي كنا بنتكلم فيه في السياق اللي فات. مصر الجديده لازم تعلي على الرحاب، فاديله بنت ريشام باص. لا ده انا جاي لك. ده وفي اوفرلود وفي بص قصه عاليه يعني. فنكمل نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه. اصدقائي يقولوا عليا ايه بالكم الاخضر كده. والله بجد يعني. حبايبنا كلهم والله. اتفضل يا بيه. الكلام اللي كنا بنتكلم فيه قبل مداخله مستر ميشيل يانكون هي فكره الهدوء والنمط الفني، هو ده كان المطلوب من روي فيتوريا خلال الفتره اللي فاتت، انه يبني فريق واحده واحده. حد يجي يقول لي هو لسه منتخب مصر هيتبني؟ هي فكره البناء مش بادخال عناصر جديده بس، هي بناء هويه الفريق. انت بتعمل ايه؟ انت اللي كان بيؤخذ على كارلوس كيروش ان ثلاثي خط الوسط تحس ان هم متخشبين ثابتين، هم التلاتة تريبل سيكس، مش دبل سيكس، التلاتة بيلعبوا رقم ستة. فبالتالي القصة كلها أنا هاخد من كلام عمارة، وهي فكرة رقم 8 والرقم 8. بس خلينا نقول في الأول إن عمل أي مدير فني هو حاجة واحدة بس، خلق الزمن والمساحة اللي لعبته. هي الملعب عبارة عن معركة حول الزمن والمساحة، ازاي توجد مساحة وزمن للعيبك انه يقدر يتصرف. ده شيء مميز جدا جدا في روي فيتوريا، وبيعتمد على الاكثر على تحركات الخماسي اللي ذكر، اللي دايما بيبقى فيهم زيزو في الناحية الهجومية ومحمود حمادة اللي بيأمن تحرك محمد حمدي في الناحية الهجومية، ودايما الظهير الايمن سواء كان هاني او بيكهام لما نزل او اكرم توفيق لو موجود بيلعب على تلتين الملعب، ومجرد تواجده في الحالة الهجومية على طول بيحصل السويتش اللي ما بين زيزو وما بين محمد صلاح. فالفكرة كلها انك ازاي تخلق المساحة. خلق المساحة دائما وابدا مع روي فيتوريا بيجي التحرك التلاتة دول. التلاتة المهاجمين بتوعهم، محمد صلاح اللي بيدخل في العمق، مصطفى محمد اللي دايما بيسحب معاه وبيشد معاه خط الظهر كله، مع عمر مرموش اللي بيخش في العمق هو كمان او تريزيجيه عشان يفضي المساحة لمحمد حمدي. فبالتالي مجموعة التحركات دي بتخلق محمد صلاح كرقم 10، زيزو كلاعب حر في المنطقة دي او في منطقة صناعة اللعب، مصطفى محمد وعمر مرموش او تريزيجيه الجناح العكسي اللي بيخش عشان يبقوا اتنين مهاجمين، فبالتالي بتتوجد المساحة دي. تعال نشوف عندنا بالحالات ازاي دايما خلق المساحة بيحصل مع روي فيتوريا. الهجمة دي تقريبا بتلخص كل الكلام اللي احنا بنقوله. دي كانت هجمه في نهايه الشوط الاول من مباراه غيني. بص تدرج الكره يا ابراهيم وتحركات اللعيبه، زيزو لناحيتنا اللي عند منطقه وسط الملعب ده، والكره مع علي جبر بيسلم الكره زيزو، ماشي بقى الهجمه عادي جدا. انا اللي يهمني كم التحركات اللي بيحصل ما بين لعيبه المنتخب الوطني، بدايه من حارس المرمى لحد ما الكره هتوصل تاني زيزو في نص الملعب، بتتنقل الناحيه الثانيه عشان توصل في النهايه لمحمد حمدي. في اللحظه دي بص الثلاث لعيبه المهاجمين عشان يتلعب الباك باص لمحمد صلاح من محمد حمدي. نفس القصه كانت في الهدف، الكره اتدرجت من ناحيه اليمين لناحيه الشمال عشان يوصل التحرك الاخير من زيزو للباص لمحمود تريزيجيه، اللي زي ما بقول لك دايما بيتحرك داخل المنطقه والتحرك داخل العمق عشان تتلعب الكره العرضيه لمصطفى محمد، برده نفس الباك باص. طيب هل ده كان في مباراة غينيا بس؟ لا، عشان كده بقول لك ان هو نمط، هو نمط روي فيتوريا بيشتغل فيه. دي مباراة ملاوي، بص التمركز بتاع عمر مرموش اخر واحد ازاي واخد الظهير معاه، محمد صلاح داخل في نص الملعب ماشي الحاله معانا، محمد صلاح داخل في نص الملعب كلاعب رقم 10، مصطفى محمد ومرموش بيسحبوا قلبين الدفاع لمحمد حمدي اللي بيلعب الباك باص. دي
مش بس الجمله اللي بتتعمل، لان عندنا جمله تانية بتتعمل. لو رجعنا للقواشيط بس بالظبط، نرجع للقواشيط بس ثانيه واحده سريعا، اخر حاجه معانا وهي فكره ان احنا مروحين خلاص. خلاص اخر حاجه، فكره ان محمد صلاح بينزل كلاعب رقم 10 عشان ياخد معاه الاثنين لعيبه دول، لاعب رقم 6 والظهير مصطفى محمد بيسحب هو كمان معاه قلب الدفاع الثاني عشان تتفضل المساحه دي دايما للجناح العكسي. الفكره كلها ان هو بيستخدم محمد صلاح كطعم كبير جدا بقدرات محمد صلاح، انه بيلعب الدورين كصانع العاب كطعم وكمهاجم. فتعال نشوف الكره دي ازاي اتعملت قبل كده في مباراه ملاوي، ازاي اتحرك بالظبط، تمشي الهجمه معانا ازاي، اتلعبت الكره من احمد حجازي طويله مباشره لعمر مرموش. انا اللي يهمني قبل استلام عمر مرموش تمركز صلاح اللي في قلب الملعب وتمركز مصطفى محمد خارج ال 18، عمر مرموش قطع وسدد خارج المرمى. نفس الهجمه بتتكرر هي في هدف مصر الاول، مصطفى محمد خارج ال 18، محمد صلاح خارج ال 18، واللي في مركز المهاجم هو محمود تريزيجيه الجناح العكسي على محمد صلاح اللي كان بيقوم بدور عمر مرموش. فبالتالي عندنا مدير فني بيمر بفتره هدوء، 6 مباريات 6 انتصارات، بيحقق اهدافه، بيبني الفريق على مهل، وهو ده المطلوب دلوقتي بهويه الى حد ما، او بهويه الى حد ما مقبوله لينا نسبيا هجوميا عن الفترات اللي فاتت. شرفتنا النهارده. ما تاخرش بقى، عايز ينام. ها تاخرش بقى، انا موجود معاك. متشكرين يا استاذ محمد، حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ريس، الف الف مبروك. متشكرين. بعتك السفريات كلها اللي فيها فرق مصريه يا باشا، بعد بس طالما وشك حلو كده. ربنا يخليك. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، تصبحوا على الف خير، نشوفكم بكره، السلام عليكم.